السلام عليكم. اليوم حلقة جديدة، عندنا لعبة من طراز آخر، وهي لعبة صراحة ممتعة أكثر من ما تكون لعبة عادية. أكثر بها شيء أنه كاريكاتيرها أكثر من التسلية مالتها. طبعا هاي اللعبة لازم يلعبها أكثر من لاعب، لاعبين يصير بها لاعب واحد، وهو راح يشاركنا بهاي الحلقة صاحب القناة، شريك القناة، شريك القناة، وهو اهلا وسهلا، انا مصطفى زهير واني اسمي مهند. هاي اللعبة قبل ما نبدي نريد هاي اللعبة اللي راح نبديها طبعا هسه، هي نريدكم او قبل ما نبدي، قبل ما تشوفون الفيديو تشوفون او تعرفون عنها. تحدي بيني وبين مصطفى، نشوف منو راح يفوز. اكتب بالاسفل مين راح يفوز قبل ما تشوف الفيديو. طبعا فريقنا بدون اسماء اصلا، ذلك لاعبين متشابهين بالوسط، لكن قبل ما نبدي نبين الزغل انه منطين الكره لمصطفى. نبدا حاليا اللعبه. انا خسرك شلون ما كان. لا تنسوا تكتبون التعليق منو تتوقعون اللي راح يفوز بهاي اللعبه. طبعا اللعبه حامي اكثر من اللازم، حماسيه الحين. ما ادري ليش عندي كلش فاهي يا اخي. اضرب هذا عيب، اضرب مخر عني. اضرب لا 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 هذا ضرب. يلا ما يخاف، طبعا لازم البدايه الواحد. انا حل مستعجل الحارس، ما هذا الحارس يتقدم قدام الله. يا الله حارس، يا الله انا ضربه دبره. ارجع يا حارسنا. طبعا هذه قفزة اللاعب تعتمد على الله. رجع الحارس مالي على وخر وخر زاوية الشخصية. هو يلا يلا ارفع من فوق اللاعب. طبعا الان عندنا الهجوم طبعا حيل فطير، يعني ما بي حد يقمز. الحارس اعلى من عند الهجوم يقمز. هذه مسوين طبعة تأثر على الوزن مالت اللاعب. حاول. لا 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 ارجع اي عافية. الله يعني يذكرك هاي اللعبة بشنو تذكرك؟ طبعا ما تذكرني الا جو تذكرني. بعد ما تتذكر انت ابد. 2-0 تذكرني بكابتن ماجد انه الحارس مالهم قاعد يطير اكثر من اللازم. الله لا يلا، المهم انه طلعها برا احسن ما تكون ضربة ركنية بالهدف. نحاول لا جول نظيف بدون اي تعب صراحة. يعني بعدنا احنا، هي لعبة ودية مو كاس العالم. ايه وهذا هدف الله. طبعا دائما اللي يضحك بالبداية هو يخسر بالنهاية، او على قولة المقولة يبكي بالنهاية. اكون احنا هنا كلها راح نبدا نضحك. الحارس فايت بنص الهدف قاعد يدور. 2 حاليا راح نتعادل ان شاء الله بيها تعادل. ادعونا نفوز، بس خلي يتعدل اللاعب. تعدل شو كلهم متجمعوا هنا. ولك وخر هيك. الله جول ارجع جول. 3-3 نحاول هسه نحاول نهدي. هذا ما ابي حد يقمز، ما ابي حد. هذا الحارس لا الحارس فر كامله في الهواء يا اخي. ما هذا اضبط منها كابتن ماجد. ما هذا الكلام. شوف هذا. طبعا هي لازم تستخدم عقلك باللعبه، يعني مو بس اي اقمز. حارس اعبرهم. ولك مو بعد الجول نزل هيك. هذا والله هذا الهجوم سبب لنا مشكله يا اخي. مشكله اللاعبين كلش. ارجع اقمز يا اخي ما هذا المجال. ما يتقدم. انا الحارس اذا يتقدم يعني صراحه يمكن يكون افضل الي، بس لو اقدر اغير مكانهم. ايه اكاد شنو هاي؟
يا كم من صاير هاي الضربة اللي استخدمها كيف تقول ماجد مع الميت مع الميت يا أخي ابعد 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 يا ولد ابعد ابعدها ابعد الكرة طبعاً ما تفوت بالقول يعني قد ما يسوين ما راح تفوت هسه يلا يلا هذا من صدق تقدم الحارس اللاعبين غيروا أماكنهم بدون علم مسبق يلا لك لا ايه وقفنا يا الله ما هذه الحركات هاش نام اكو مشكله طبعا باللمس انا ما دست لا قمز شو قمز اللاعب شو انت قاعد قمز باللعب مالي والله هذا واقف بالجول يا اخي ما يصير يعني انت لا تطلع اكثر عن الجول شلون نجيب الهدف من قبل يا اخي بعد ما عاصي والله عاصي لا لا شوف هذا كانك انت لا لا هذا يا اخي والله الناس فيها الزغط دح اللاعب مالي قمز هو هجوم شلون يقمز هيج قمزه عاليه يا اخي عندنا الهجوم فطير شلون قمز هيج قمزه كبيره لك يا اخي شايل على راسي ما تقول ايش وخر ليش ترجعها يا اثول خسرنا استاهل اني لايك طبعا طبعا نعيد هاي المباراه من جديد بس نحاول نجيب خليها غير ارضيه هاي الارضيه الضوج خلينا نغير خلينا نغير الارضيه حاليا نشوف الارضيه الثانيه هذه هاي تختار عادي خليها عاديه او هذه بدي يلا هذا شنو بالله امد الناس وهم الناس يلا هسه راح نبدي اللعبه هسه من جديد نعيد لان مستحيل انه انا اخسر لكن هم ضاغطوا الصراحه نبدا اللعبه اشو هذه مو كره قدم هاي كره سله بالرجل ما حد يشوف يلا حاليا 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 لا 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 رجع يا اخي ما هذا عشان ما تجيب كره سله كره قدم كل شيء مع ما مستحيل مشكله اللاعب يا اخي ما انه يضرب بعكس الاتجاه لا لا بدون ما احرك ساكن يعني الجول يمكن صار اكبر من اللاعب ذيك الساعه هاي الصف طبعا المميزات اللعبه تتغير حسب كل لعبه كل لعبه تتغير يعني اخر عنا قاعد قبل شويه يا اخي هذا ما يعبر من فوق الطابه تقدم يا حارس تقدم تتحرك الطابه الله جول جول الله والله ما يعبر من فوق هذا لابس شفقه بقدر عشان شي عبره اي 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 اضرب كله 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 يا الله يا سلام مرتدة خطيرة طبعا ارجع ارجع مرتدة خطيرة طبعا وهذا التعادل طبعا حاليا احنا لازم ما نخرب مثل الساعة لان تعادلنا وخسرنا اضرب دفرة يا اخي اهل حلو بهذه اللعبة الصراحة انه ها شنو هاي ها وين راه وين راح الصوت؟ الحلو بهاي اللعبة الصراحة انه ما بيها فوضى خاصة انه ابعدنا الكرة احسنت احسنت نحاول والله هذه الشرطة تطول صراحة يعني بعد ما يقمز هو الطابة ما تسلى بعد ما يقدر يعبر لا 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 الله يا لازم هذا شنو لابس ازرق هذا وين هذا هذا بنيله ولا صدقنا عبالك حق شويه لا 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 لا, 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 لا. الحارس ماك شويه منطلق اكثر من اللازم يا اخي هي بالقاع قاعد تتمشى الكره انت ليش تقمز عادي شنو هذا احنا قاعدين بالفضاء عبالك شو ساعه يلا ينزل ماكو جاذبيه يا اخي لا خليه شوية شوية رجع للحارس ايه عافية 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 وخريتشي ابعده ابعده ادفعه عافية يا اخي والله ما يعني صراحة ايش هذا ايش هذا الحكي يا شوف
يا اخي ما تقبل تعبر الهجوم صعب، ما تقبل تعبر صعب. شلون اعبر عبر عن صعب؟ والله اعرف اثول ابن اثول الا جاب الكره بالهدف مالتي، ما تقبل ما ترضى تعبره. حاول لا 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 يا اخي شال ايش هذا؟ الحارس ما راح يتحرك ولا يهجم. اي عارف حارس يا الله والله الان دائما يعني احب الحارس اكثر من الهجوم، وهسه اثبت لانه الحارس افضل من الهجوم. يا اخي هذا ما هذا اخريدك يهجم يا اخي الله لا الله يا اخي صدقني ماكو جاذبيه، جاذبيه القمر. حاليا لازم شويه نهدي اللعب. ما شوف الجول كبير كلش، طبعا مرتين احنا طلعناه خارج اللعبه ما جت جول فكبروا الهدف ليش ما تطلع مره ثانيه. لا 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 من هو هذا الانتصار الساحق؟ ها اخي ما خلصت، هو المفروض 5 جوال 5 اهداف. لا لا يعني لا اخي رجعت لا اخي هي ما هي متشلبيه يا اخي الا خسرانه فرت الطابه فرت ورجعت. هاي نهايه الفيديو لهذا اليوم ان شاء الله، ونلتقي بكم بفيديو ثاني. اذا كان عندكم اي اقتراح عن لعبه ثانيه فاشرونا بالتحت بالتعليقات لاجل نجربها وننشرها، وطونا لايك واشتراك بالقناه، والسلام عليكم على مودي. ورحمه الله وبركاته.